تم تصنيع مرشحات الهواء دورا من دونالد بثلاثة طرازات هي اي سي دي اي سي سي و اي سي بي وهي فلاتر قوية خفيفة الوزن ذات تدعيم ذاتي وجميعها غير معدنية فيما عدا الموديل المصنوع من الصلب المجلفن كما أنها سهلة التركيب وليست بها أجزاء تحتاج إلى صيانة وعندما يكون الفلتر ممتلئا فكل ما عليك فعله هو ببساطة التخلص منه بعض موديلات مرشح الهواء دورالايت مصممه ايضا للعمل بشكل جيد في ظروف الخفق الشديد كما هو الحال في المحركات الثنائيه والثلاثيه الاسطوانات ويمكن تركيب مرشح هواء دورالايت بشكل رأسي او افقي في المحركات التي تعمل بالغاز او الديزل وفي ظروف التعرض للاتربه البسيطه الى المتوسطه وتضم التطبيقات المحركات البحريه والمولدات وماكينات اللحام والمكابس والمحركات المتنقله كما يستخدم فلتر دورا لايت ايضا في المركبات الصغيره مثل الشاحنات احاديه الهيكل وجررات الاعشاب والحدائق ويمكنك دمج صيانه فلتر دورا لايت في برنامج صيانه المحرك الحالي او استخدام الطريقه المفضله وهي صيانه التقييد يوصى باستخدام مؤشرات تقييد التدفق المثبته على نظام ترشيح الهواء وذلك لمراقبه مستويات تقييد التدفق وتوضيح وقت اجراء الصيانه لاختبار معدل التقييد الاولي وللتأكد من الفترة المتبقية في عمر الفلتر نوصي باستخدام مقياس معدل التقييد المزود بساعة أو استخدام مقياس ضغط الماء يمكنكم التعرف على المزيد بشأن مؤشرات معدل تقييد تدفق الهواء في الوحدة A18 تذكر ألا تحكم على مرشح الهواء على أساس مظهره ربما يكون عمر مرشح الهواء درالايت أطول مما تظن يجب أن تبدو مرشحات الهواء من طراز موديل ECB متسخة عندما تعمل بشكل جيد من المزايا الأخرى لمرشحات هواء دورا لايت أحادية الاستهلاك بساطة صيانتها فقد تخلص من الفلتر وفقا لإرشادات منطقتك واستبدله بفلتر دونالدسون دورا لايت جديد أثناء عملية التغيير التدريجي للفلتر لا تترك مجرى مدخل المحرك مفتوحا ومكشوفا لوقت زائد على اللزوم تأكد من عدم غسل أو محاولة تنظيف الفلتر بأي شكل حيث إن هذا من شأنه إلغاء الكفالة لكي نختتم وحدتنا التدريبية، دعنا نلخص خطوات الخدمة المقدمة. فك المشبك وأزل منظف الهواء دورا لايت. قم بتغطية أنابيب السحب بقطعة قماش نظيفة لمنع دخول الأتربة. افحص فلتر دورا لايت المستخدم بالنسبة للتلف أو التسريب. امسح أنابيب السحب الخاصة بالمحرك للحصول على ختم نظيف لفلتر دورا لايت. قم بإزالة قطعة القماش من أنابيب السحب وركب فلتر دورا لايت. ملاحظة الاستخدام: ركب فلتر دورا لايت على أنبوب الشفط لمسافة واحد ونصف البوصة أو ثمانية وثلاثين لضمان التركيب الآمن والدائم. أحكم ربط المشبك على فلتر دورا لايت على 60 رطل بوصة أو ستة وثمانية من نيوتن متر على الأقل. ملاحظة الاستخدام: يوصي دونالدسون بمشبك خرطوم ذو دو عزم دوران عالي الطراز. تم توفير هذه المعلومات عن الصيانه كدليل حول افضل الممارسات ومع ذلك فلا يقصد منها ان تحل محل تعليمات الخدمه المتوفره من قبل مصنع المحرك او المركبه الخاصه بك